أردم، دمر النظام بالكامل. سيدي للأسف ما فيني دمر نظامنا هلأ، لأنه وقتها ما بنقدر نسيطر على كل شبكات الإنترنت. جوا في اجتماع كتير مهم، ما بحسن خاطر أنه ينكشف هذا الشيء. لازم نحمي حياة السيد محمد. اللي عندك سلاح؟ إيه سيدي. خليك مكانك. تعال معي. مراد شوفي، تعرضنا لهجوم. أها. قدروا يعرفوا مكاننا. لو سمحتوا لازم بسرعة تفضوا الأماكن يلي أنتوا فيها وما تتركوا أي شيء وراكن. بعد شوي. قطع الاتصالات. تفضل خلينا نطلع من هون. ياسين، تاخده فورا على مكان آمن. حاضر، تحت أمرك سيدي. بعتوا لي سيارة. طيب وأنت شو رح تساوي؟ أنا بس رح آخذ أردم وروح. سيدي أنا بدي أبقى معك. لا، مثل ما قلت لك. حاضر. يلا. أمرك سيدي. يلا بسرعة يا شباب. روح اطلع بسرعة. وانت سيدي؟ قلت لك روح اطلع. يلا أردم، لازم نطلع من هون. بس لحظة سيدي. أردم خلاص بيكفي. رح أخلص. لسه ما خلصت تعطيل النظام، في معلومات مهمة كتير. انت روح واتركني، ما بدي يكون عبء عليك. خلاص اتركني هون. يلا تعال. يا ترى قدرت توصل لشي؟ لا، نظام دمر نفسه. انت شو اللي عم تقوله؟ الشي اللي كنا بدنا نساويه هن نساوه. معناتها بهالمكان في شي اهم بكتير وإله الاولوية بالحماية. بسرعة خبر الفريق ولا تخليهم يفوتوا لجوا. اسمعني، الاتصال مقطوع، ما رح اقدر وصلهم، على الاغلب صاروا جوا. جيبوا السيارة.
شو صار؟ في حدا عم يسمعني؟ سيدي تفضلي، سمعانك منيح. بحب خبرك انه تدمر نظامهم تماما. برافو. بس لسه في شي تاني. شو؟ هون مو بس مجرد مقر امني عادي، هون مركز مهم لشي اكبر. طيب عرفتوا لشو عم يستخدموا هذا المقر؟ لا للأسف، لأنه قبل ما نعرف هن انفجروا المكان وفريق الليون كان جوا. طيب جولييت، انتم انتهت مهمتكم، سوينا الشيء اللي بدنا اياه. طيب هلأ شو المطلوب منا كمان؟ شو بتأمرنا؟ نرجع للندن شي؟ لا، لسه شغلنا بتركيا هلأ بلش، نضلوا هنيك، بكرة بجي لعندكم. دقيقة وخلص. ما عاد في أي شيء يمنعنا، بتجهزوا كل الأمور هاي الليلة، بكرة رح نسوي العملية. حاضر سيدي، استعدوا رح نسوي العملية بكرة. هلا حكيت مع جماعتنا، الحمد لله ما حدا تأذى بنوب، تدمر المقر تماما مع كل يلي فاتوا لجوا. اخي مراد جاي لهون، انتو قدرتوا تلاقوا شي؟ ايه عمران، قدرنا نحدد وحده من السيارات اللي عم يستخدموها. بصوا، هي دي العربيه اللي بيستخدموها. خد مجموعه وطلعوا بسرعه. خليك عم تراقب السيارة، ديروا بالكم ما لازم نضيع أسرع. تمام. شو صار له؟ توفى. شو صاير هون؟ توفى. شو؟ قبل شوي ما كان في شيء، يعني كيف مات؟ أنا يلي قتلته. انت اطلعي لبرا، انا بشوف الموضوع. حاضر استاذ. ليش ساويت هيك؟ هو طلب هالشي. بدك يعني صدق هالحكي الفاضي اللي عم تحكيه؟ ما بهمني اذا صدقت ولا لا، لانه انا خسرت هلأ اعز اصدقائي. بس كان المفروض تقنع صديقك انه يضل عايش بدل ما تقتله، مظبوط يا جاهد؟ أنا شاكك بموضوع صداقتك مع رونالد. بس هو ما كان عنده هذا الشك، لأنه قبل ما يموت شاركني بأهم وأكبر أسراره. شو هالسر هاد بقى؟ ما بقدر أقول هالشي غير لسيادة المعلم الأكبر. ما بتتحرك من هالمكان لحد ما أنا أجي، مفهوم؟ أنا رايح، في عندي اتصال مهم لازم أعمله.
our sacred one who just completed his first year will honor us. الو، مرحبا. لازم احكي مع امون ضروري. ليش تاخرتوا يا صادق؟ كل المقاتلين عم بيساووا المطلوب منهم، بس عم تطلع لنا مفاجآت مو متوقعينها. نحن رح نحرك الحجر الأسود، انتو بتحركوا الأبيض، بس للأسف تركيا ما سمحت بهذا الشيء. بسبب فشلكم ما قدرنا نحرك الحجار مثل ما بدنا. انت لا تشغل بالك، إذا مو اليوم بكرة رح نوقعهم الفخ. انتو بس ساووا الشيء المطلوب منكم. عم نساوي كل شيء بنقدر له، بس التغييرات يلي بالخطة عم تصعب الأمور. معناتها اسمع الخبر الحلو، الشي اللي كان يمنعنا انه نعرض فيديو أبوه لمراد نحن قبل شوي درنا ندمره نهائيا. أنا بعتقد انه هالفيديو رح يفيدك كتير بالمرحلة الجاي. طبعا رح يفيدني، بس مع هيك في كتير فرق ضدنا ما رح تضل ساكتة. تعرف شو هي عقوبة معارضة الخليفة؟ فيك تطبق كل العقوبات. ايه صحيح، شو مشان هذا المجاهد الألباني؟ يلي فهمت انه جاهز ليموت. انا برأيي ما في داعي تخليه يتأخر. أنت الخليفة؟ لا، أنا القائد صقر. هلأ أنا أجيت لأحلف اليمين ولا أنا بتحقيق؟ جاوبني وبلا هالأسئلة الفاضية، اللي مين أنت؟ آدم بوغداني، اتدربت بكوسوفو، ولما سمعت أنه بدكم مجاهدين جيت. ممتاز. الخليفة بده إياك تروح لعنده قائد صقر.
العقوبة والذنب. بتعرف يا بالتزار، انتو يلي ارتكبتوا الذنب، خطفتوا زلمتي، وهلا وقت الحساب. مو نحن خطفنا لزلمتك. مين يلي خطفه؟ بوسات. طيب أوردوناريوس ليش بإيدك انت؟ حقي هو يلي عم يصدر الأوامر. أنا أمنت لأوردوناريوس المكان والمواد الأولية، وبيتبول بيوزع البضاعة. أعطوني سبب واحد مشان ما قتلكن هلا. طالما اجيت لهون بنفسك معناتها أنت بتعرف منيح قديش تركيا مهمة كتير وقيمتها كبيرة، وفينا نشتغل مع بعض. تقدر تروح هلا يا جاهد. بس من هلا ورايح اذا كنا بدنا نشتغل مع بعض بتخبرني بكل قراراتك قبل ما تعمل شيء. قلت لك انه انا لازم اقابله للمعلم الاكبر. نحن منخبرك ايمتى الوقت المناسب لتقابل المعلم الاكبر. بدي اياك تهتم بامور النقل لامريكا. ما رح نعمل شيء لجاهد؟ المفتش اجى لهون وهو بنفسه رح يهتم بهي القصه. المفتش اجى لهون؟ ممكن يكون فخ، ديروا بالكم. استنى استنى، افتح. مشط المنطقة. ماشي. لقوا السيارة فاضية وما فيها حدا، وهلأ عم يمشطوا المنطقة بلا ما يدوروا على الفاضي. بيّن الموضوع، هدول مثل الحية ما منعرف من تحت أي حجر رح يطلعوا أو بأي جورة متخبين. هنن هيك عدو. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لقيتوا شي؟ واضح انكم ما لقيتوا اي شيء، بس انا متاكد انه الفريق يلي داهمنا بيكون فريق الليون. هنن يلي خطفوا كارا من ايدين الارماجدون، وهنن يلي سلموا للمتشددين. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث يلا وقفوا فورا.
هما دلوقتي بيعرضوا الفيديو ده على الانترنت من سيرفر موجود في الشرق الاوسط. للأسف مش هنقدر نمنعهم من هنا. لا تشغل بالك بخصوص الفيديو، لأنه شبابنا قبل ما أي حدا يشوف الفيديو شالوه على الانترنت. نحن مسحناه من المصدر. هلا ارتحت كتير يا ابني. شو بدنا نساوي هلأ؟ بعد ما تدمر مقرنا هداك هن نستغلوا هاي الفرصة. هون ما في شي يساعدني لأمنع نشر الفيديو. طيب اللي هدول كيف لقونا يا أردم؟ لما نشروا فيديو بابا عمر من عدة أماكن بنفس اللحظة اضطريت إني خاطر منشان أحسن أمنعه، وهن كمان عملوا فينا نفس الشي يلي نحنا ساويناه فيهم بمصر. بالوقت اللي كنت عم حاول امنع الفيديو هن عرفوا مكاننا. فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. صار الوقت لننفتح على البحر الأبيض. لازم ناخذ المبايعة من الناس يلي بالمنطقة ونضم مجاهدين. نترك مان كمان؟ اي نعم. فإذا انسلخ الأشهر الحرم قدوم أكثرية المجاهدين من أوروبا عم بيخرب صورتنا. واحصروهم واقعدوا لهم. لازم نجيب المقاتلين من المناطق المحلية، وهذا الفيديو بعتقد رح يقدر يقنعهم. ما بعتقد انه التركمان رح يردوا علينا. بهالحالة رح تهاجمهم يا صقر. بس إذا هاجمناهم هاي المرة كمان وقتها رح تخرب صورتنا. أنا ما عم بفهم أنت ليش عم تتصرف بهاي الطريقة. خطتنا ما كانت هيك، مو على أساس أنه بدنا ننتقل للشرق. ليش عم تتجه للغرب؟ خير إن شاء الله. صقر يلي ما بيخاف عم يهرب من الحرب. جهز حالك، اليوم رح تطلعوا لهنيك وبتعاقب كل حدا ما بيبايعني. تعرف شو بدك تساوي جوا؟ أكيد. حضرة الخليفة صادق البريطاني. حضرة الخليفة صادق البريطاني، أنا مآمن إنه قوتك هي. أنا مآمن إنه قوتك هي. رب العالمين اللي ميزك فيها. رب العالمين اللي ميزك فيها. لتنشر الدعوة بكل العالم.
لتنشر الدعوة بكل العالم. وأوامرك بالنسبة لكل المجاهدين رح ننفذها فورا بدون ما نتردد للحظة واحدة. وأنا ببايع خلافتك. أنا قبلتك بيناتنا. أنت يا أخي صرت من هاللحظة هي من جيش الخليفة. أنا بعلنا خليفتي والله الموفق. هو أعلني خليفته؟ شو قصده بهالشي؟ كل يلي ببايع الخليفة بيكون خليفته. كنت كتير أكل هم إنك ما رح تيجي وتاخدني. إمتى رح نروح من هون؟ هذا صار مكاننا. هلأ فهمت ليش لساتك تاركن عايشين. إذا حابب إنك تعيش فترة أطول لا تكتر العي. الحق مع بلتزار، مو شايفه لهاد ساكت؟ عود. خلينا نحكي بالتفاصيل. كيف منظمين الأمور هون؟ عم نجيب المواد الأولية من إيران، بعدين أورديناريوس بيصنعها بمختبر خاص، وبيت بول هو اللي عم يوزعها. اللي لشوف يا بيت بول، كيف بتشتغل؟ وشو طريقتك بالتوزيع؟ عن طريق الميتورات. منحط البضاعة تبعنا جوات الخواز ومنوزعها بكل اسطنبول. ليش بيقولوا الشراكة مو حلوة؟ أنا مشروبي الفودكا. لو تأخرتوا شوي تاني كان بلتزار رح يقتلكم. واجهنا كتير مشاكل بالطريق.
وقف. بتخبره لمعلمك اني ما رح اسمح لهالسم ينبع بتركيا، فهمتوا لك؟ قوم. هذا نفس النوع اللي لقيناه مع الشباب. بلتزار عمل تشكيلة ظريفة، خلونا نحرق هالمكان. انت حرق الشاحنة. مين؟ شو قال لك؟ لك شو انتو كنتو نايمين يا اغبياء؟ شو الموضوع؟ بوسات حرق المستودع وحرق المواد الاولية اللي جبناها كمان. هو حرق لكم بضاعتكم، انتو حرقوا له قلبه. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين. يا الله، هدول كيف بيعملوا هيك؟ طيب ما فيهم يمنعوا الفيديو؟ واقعدوا لهم كل مرصد. لا، ما عاد نستفيد بنوب. الفيديو انتشر بكل العالم، هلأ الكل عم يحكوا عن هالشي. بس الحمد لله إنه بابا عمر ما شافه قبل ما يموت. هو كان إنسان رائع، بس اطلعي شلون بعد وفاته عم يحاولوا يشوهوله صورته بهالطريقة. أنا خايفة كتير إنه ماما نازك ورهف يدروا بهالموضوع. برأيك ماما بتكون نامت؟ بتمنى هالشي. المسكينة رهف، يا روحي أنا من تعبها فورا نامت. ما عم اقدر اتخيل الشي اللي عم يمر فيه مراد. نحن على القليلة هون بعاد شوي عن الخطر، بس الله اعلم مع مين عم يحارب. معك حق، مسكين مثل العادة كتير عم يتعرض لضغوطات. مرحبا ليلى. اهلا وسهلا مراد. صفية؟ أخي، عادي. أنا ما بعرف شو بدي أقول لك مراد، بس كتير حلو إنك قدرت تودع بابا بالوقت اللي أنا كنت بعيدة. تركت رهف ورحت. هلأ مو وقت الحكي بهذا الشيء.
مع انه انا عن جد لهلا ما بعرف كيف بتفكري، بس متأكد انك بتعرفي شو يلي عم تساوي. منيح تصرفت بدون ما فكر، مع كل هالهموم يلي براسك خليتك تقلق علي وتاكل همي. لا يا صفية، لا تقولي هالحكي. انا بعرف منيح شو السبب يلي خلاك تبعدي عنا، وانا ما كنت بقدر ساوي غير هيك. بعرف. اذا كنت عم تقصد موضوع جاهد، اصلا هالعلاقة ما كانت رح تزبط، انت ما دخلك. صحي كيفك انت ورهف؟ يوم نكون متزعلين وبيوم متصالحين. يعني مثل ما بالضبط؟ هلا متزعلين ولا متصالحين؟ معقولة أنا أزعل منك يا أخي؟ أنت روحي حياتي. وين أمي؟ نايمة. وأنت كمان صار لازم ترتاح وتنام شوي. Thank you.